Nelly Hisham, welcome to Beverly Hills, California. Thank you, thank you. احكوا لي بقى اتبسطتوا في الحفلة؟ جدا جدا جدا. It was a very nice party. واهم حاجة مليانة قصص ناجحة وعربي يشرفوا واللمة حلوة وده أهم حاجة دايما. طب قولوا لي بقى من واحدة يس أنا ما كنتش أعرف إن أنت جامدة كده يا ياسمين. كل الناس مهمة فاكر إيه؟ في الإندستري كانت موجودة والناس كانت يعني طايرة. أهم ناس الناس كلها كانت يعني طايرة. أنا كنت بصراحة مش مصدق كل ما اقعد مع حد ده اللي عمل فيلم ده اللي عمل مش عارف ده اكبر ناس في الاندستري كلها كانوا موجودين في فدي حاجه يعني بصراحه يعني الحمد لله فظيعه يعني بسم الله ما شاء الله يعني لا احنا بقالنا سنين بنركز على الاي دي سادس مره عملنا الايفنت ده في الاي وعملناها مرتين في لندن مع نيلي برضه كانت معانا اول مره في لندن ومره في دبي السنه دي كانت اول مره في دبي اميزنج كونجراتس طب الحمد لله طب قولوا لي هو از your favorite person and little قابلته في الحفلة or most inspiring story you heard والله هو انا شايف ايمن كان عظيم جدا ايمن حاجة بصراحة تشرف يعني بجد تشرف يعني وانا طبعا ما اقدرش ما اتكلمش على محمد دياب محمد دياب طبعا محمد دياب لما كان بيحكي قصته هو وسارة انا الحقيقة كنت عارفاهم ومعشراهم بقى في الفترة دي من اول فيلم 6 7 8 اشتغلنا مع بعض وبعد كده اشتغلنا مع بعض في الكلاش اللي هو اشتباك من اول يوم وانا بعد ما قريت السكريبت قلت له محمد حضر نفسك انت رايح مهرجان كان ايوه عارف الواقع وكل مره كنت اروح التصوير والتصوير كان صعب جدا 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 ياسمين فوق ما تتخيلي كنا بنصور جاهز بقى دي حلاوة تانية بالظبط بالظبط في وقت ما انت ماشية في ميوزك ناس لذيذة الحياة ثقافات مختلفة فمش حاسة نفسك ناس لذيذة غريبة ناس لذيذة ناس لذيذة كده الفايب حلو بوزيتيف انرجي فيري بوزيتيف اول اباوت ذا انرجي هكمل لك كل يوم كنت اروح التصوير والتصوير كان بيبقى صعب جدا عربية ترحيلات اللي احنا كنا بنصور فيها حوالي حاجة و20 واحد وكل يوم العربية مقفولة بطلع انا بعمل كده يا محمد عشان انت رايح مهرجان كان ايوه كان لسه بيقول صح كان لسه بيقول ان انت بس جود لك هاي هاي ازيك ثانك يو اي لوك ماتش بيوتيفول بالحقيقه دي راح قلبي ثانك يو ثانك يو لما الاقي مصريين وناس عايزه تصور معايا ما كنت لسه هسالك على الموضوع ده يعني او عرب يعني اي حد من الوطن العربي اي حد اتفرج فاهمه ف ايه ده انا في امريكا والناس عارفه فطبعا بحس قد ايه الاندستري بتاعتنا قويه جدا جدا كل الاعمال لما بتعملي اعمال مهمه واعمال بتاثر في الناس الناس بتتفرج عليها صح يعني فاتن امل حربي اللي هو المسلسل الاخير اللي عملته ستات كتير قوي كانوا موجودين في الحفله احنا اتفرجنا وتاثرنا وحد تاني عنده نفس القصه دي بس في بلد تانيه بالظبط فبتحس انك انت عيطتي الوطن العربي كله بتعملي سبجكت الوطن العربي كله سح دموعه بتقولي لي بتعملي سبجكت حقيقي مهم بالظبط وبالذات دلوقتي الواحد بينسى ان المسلسلات دي الناس بتتفرج عليها all over the world دلوقتي بشاهد و البلاتفورمز دي كلها بتصور قصص جامده جدا ففعلا فعلا عشان كده انت عارفه الاوردز اللي بنعملهم it's for Arabs with an international impact انت عندك impact انت مش حاسه بيه اصلا فانا مبسوطه ان فعلا حسيتي كده انا بركز وفاكره في لندن برضو الناس كانت نفس الحاجه في عرب كتير طبعا موجودين من كل الوطن العربي فناس بتتفرج بيحبوا نجومنا وبيحبوا ثقافتنا فدي حاجه تخلينا بالعكس ان ليه لا ما نعملش اعمال انترناشونال اكتر مواضيع نتكلم فيها تروح انترناشونال تروح هوليوود وتروح تسافر وناس تتفرج لان احنا عندنا ناس موهوبه كتير قوي في كل المجالات حقيقي يعني صح طب قولوا لي بقى what is your dream for Hollywood عايزين تعملوا ايه مع الاندستري الكبيره اللي هنا
يعني طبعا there's a lot of opportunities وزي ما محمد دياب عمل دلوقتي يعني احنا شفنا ان فعلا دلوقتي في طلب و interest للماركت بتاعنا والستارز بتوعنا والديركتورز بتوعنا. فهل انتوا عندكم اي طموح او interest to be in this part of this industry هنا؟ بصي هو اللي مشجعنا بصراحه ان احنا فعلا الفتره اللي فاتت يعني احنا روز وليلى اللي احنا لسه مخلصينه المخرج انجليزي مع ام بي سي اللي هيبقى ام بي سي وشاهد ان شاء الله المخرج انجليزي والكاتب انجليزي فهم دلوقتي الناس مصري يعني بقيت كل مصري فهم يعني. عايزين الكولابوريشن دي دلوقتي تحصل واحنا بالنسبه لنا عندنا قضايانا وعندنا حاجاتنا في مصر وفي الوطن العربي وعايزين برضو نوصلها هنا الكولابوريشن يعني دي بتبقى حلوه يعني انا شايف ان الفتره الجايه ده الناس كلها متجهه للقصه دي جربت كذا مره ونجحت جدا اتس وين وين يعني ونالي عايزين نشوفك بقى انا بيج هوليوود برودكشن سون بصي دايما يعني هو هشام قال حاجه حلوه ان الكولابوريشنز دي حقيقي مختلفه لان بتدينا احنا اكسبيرينس مختلف وهم برضو بيتعرفوا بينا يعني عايزه اقول لك انا المخرج ادريان اللي اشتغلت معاه يمكن اول مره كنت اشتغل يعني لا تاني مره اشتغل مع مخرج اجنبي مش مصري بس لقيت ان الحاجات كلها احنا يعني انترناشونال واحنا عارفين زيهم بالظبط في حاجات كتير وما كانش في اختلاف قوي بصراحه يعني السات هو لولا بس السكريبت كان مكتوب بالانجلش وبعد كده هم ترجموه عربي فاهم لكن وهو راجل في السات احنا فاهمينه كويس قوي وهو فاهمنا مفيش مشاكل فاهمه فده يديكي امل تعرفي تشتغلي مع مخرج اجنبي والمخرج الاجنبي يعرف يشتغل والمخرج المصري بيعرف يشتغل في هوليوود فالفن ما فيهوش جنسيه هو صح. في احساس في احساس وصدق فعلا صح. هو ده الفن رسالته ان يوصل لك القصه بطريقه حقيقيه قوي يعني يمكن اعتقد المهنه الوحيده اللي ما فيهاش واسطه بالظبط يعني بالذات if you're talented طيب فخلاص نالي and هشام are ready for Hollywood احنا عرفنا السكه هنا خلاص نبقى نجي لكم هنا خلاص ميرسي جدا it was fun انيجما I love you انيجما waiting for you we love you too وحاجات كتيره لسه هتحصل انيجما بتعمل حاجات كتيره قوي الفتره الجايه يس هنعمل حاجه مع بعض كل حاجه مع بعض بالظبط في بنتين عايز اشكرهم عايز اشكر امنيه وساره Yes. وكل الناس Rock اللي اشتغلت على الايفنت ده بس كانت ورا كده مش باينين بس احنا عارفين ان هم عملوا شغل طبيعي ورافي معلش ورافي وش يكتب تاني ثانك يو رافي ثانك يو ثانك يو رافي